يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد ورجع لكم بمقطع جديد من اليوم. قبل ما اطلع من اليوتيوب لقيت مقطع اسمه ما يهم ان تكون فقير. المقطع ذا باين عليه بيكون مقطع جبار. ليش؟ العنوان لحاله باين انه يقدم رسالة هاتفة للمجتمع، وبرضه حاطين فيفو في صورة العرض، يعني باين انه حيغطي على سعد المجرد ورابح صقر ونص المغنين في الحياة. ونسيت اقول لكم انه اسم المغني ماد ماسك. الاسم باين انه اسم عالمي. ما اقدر انتظر لين اتفرج المقطع ذا، خلونا نشوف ايش بيصير. الكلام الفاضي هذا، فيفو من متى يصوروا بجوال الدمعة؟ ليش تضحكوا علينا؟ كاتبين في العنوان official video clip وحاطين علامة فيفو، يعني الواحد يشوف الحاجات دي ويقول اوه والله دولة بيسووا مقطع خرافي، وشكلهم دفعوا 100,000 ريال عشان يصوروا. بس في النهاية تدخل المقطع تلقاهم مصورين سنابات في الحارة وملصقينها في بعض. هذا اسمه نصب واحتيال، انتوا نصابين. حياتي أنا شفت كتير أبطال وأساطير، ناس كتير بتقلي بالمصاري كل شي بيصير. هيا شوف بدينا، انت قاعد تغني ولا قاعد تقرا كتاب يرحم امك؟ حياتي شفت ناس كتير، ناس تقولي مصاري. يا اخي مصاري في عينك، طفران ولا بطران؟ لا تسوي شي زي كذا، لا تتهور، لا للتهور، اطلبوا المساعدة. وانا واحد تعبان مديون وفقير، انا لما بروح على شغلي ما بركب غير سرفيس. ايش بومه بدا يعصب كذا؟ انا واحد تعبان مديون وفقير، فاتورة الكهرباء لسه ما سددتي. ريلاكس ريلاكس، ما يبغى لها تعصب، كمل القرايه بشويش، افتح صفحه 42 وابدا من الدرس الرابع. يلا. انا لما بروح على شغلي ما بركب غير سرفيس، بتقلي وين بدك تروح، بتقولي وين بدك تروح. بدي انك ما تسوي حاجه بيض زي كذا يا زلمه. قال بدي وين تروح، وقال لك جارين في نفس اللقطه عشان يربطوا المشهد بالكلمات. لا اله الا الله، انت صاحي ولا ما انت صاحي يا زلمه؟ بدك تروح تاركني مجروح، ما بقدر ابعد عنك انت الي على طول، ما بدي منك شي، ما بدي تجيب لي جي، ما بدي شي، ما بدي تجيب لي جي. هذول قصدهم عصير جي ولا انا غلطان؟ ما كنت عارف انه عصير جي ينباع في كل مكان. ثاني حاجة، كيف ما تبغى يجيب لك عصير جي؟ دام انك تعرف عصير الجي وما تبغى تشربه، انت كذا مخالف لقوانين الفيزياء. كيف تعرف عصير جي وما تبغى تشربه؟ انت صاحي ولا ما انت صاحي يا زلمة؟ بدي تقلي بحبك، بدي اتغزل فيك، ما بيهمني تكون فقير. خلاص خلاص كده خلصت يعني؟ انا لين دحين مصدوم وماني مستوعب اللي شفته. ايش اللي صار قبل شوية؟ بس برضو باقي فوق ال20 ثانية، ابغى اشوف ايش بيسووا فيها. ماد ماد، هنزل نمسك الكلاب زمان، وحياتك رح اصيدهم صير. What the fuck is this؟ ادوه ختم البيض بالله، بيض؟ طبعا انتم متوقعين انه المغني ذا سوى اغنية واحدة ووقف؟ لا، المغني ذا مسوي البوم كامل يا رجال. الادمي ذا ما هو صاحي يا جماعة، مسوي اغنية ثانية اسمها كلاب الجمال، وانا حاس انها بتكون اخص من ذي. خلونا نشوف. يو مدماس يا اخي، من البداية تقدر تعرف انهم حياخذوا ختم البيض في النهاية. واحد قاعد يستنزل في النص، وابو شماغ ذا قاعد يطلع الاصوات الغريبة ذي، يو يو، واللي لابس اسود ما هو داري فين ربه حاطه. ختم البيض قادم في الطريق. كلاب الجمال. اسمع اسمع اسمع، يو يو، يعني دحين لازم دخان عشان الأغنية تطلع مرة كول مرة واو. لابس قناع وما تقدر تدخن بالقناع، قمت سويت الحركة الغبية دي لأنك تحسب إنك لو ما دخنت في المقطع ما حيطلع جيد. يا أخي الزلمات دول يسوقوا أمها أكثر شيء في الحياة. يو يلا ماد ما مخنوق كثير، حاول تسمعني بأي طريقة، جواي بركان فاير، جواي 100 حريقة، جواك 100 حريقة، حريقة في عينك، جواك مستودع بيض، انت ما تشوف زي الناس ولا ايش؟ من يوم ما لبست القناع ما شفت الخير، مين قال لأمك تلبسه؟ كوبيس واحلام، فكر بالبنت الغير، صرت حس اني عايش بوهم عمدوء الويل، شو يعني ان نحب بس ضارب ثواني عشان سيارتي حلوة،
عشان وضعي عالي. سيارتك حلوة يا نصب، يعني انت كده قاعد تنصبنا من البداية؟ مو في الأغنية اللي قبلها قاعد تقول انا طفران ما سددت فاتورتي الكهربية بموت مدريش، وانا واحد تعبان مديون وفقير. ما انت قادر تسدد فاتورة الكهرباء في المقطع اللي راح، ودحين وضعك صار عالي وسيارتك غالية. سبحان مغير الأحوال، يا انه الآدم اذا لقى الكنز حق جزيرة الكنز بعد المقطع اللي راح، ولا انه الآدم اذا فتح تجارة بيض بالكميات الكبيرة اللي عنده وصار مطنوخ. ما في سيناريو ثالث. فجأة بتخطي في كل عيوبي وبتقول لي يا غالي انت قلبي. ايوه ايوه انت. ايش الرقصه الغبيه دي؟ هذه رقصه مجانين بالله. فتشوا في السجلات، في 3 شاردين من مستشفى الشهار ولا لا؟ لاني بدأت اشك في الموضوع. انت قلبي، ايوه ايوه انت عيوني، ثاني يوم بتهرب بس تعرف قديش ديوني. يا اخي انت ايش وضعك بالضبط؟ بطران ولا طفران؟ ما احنا قادرين نعرف. في البدايه ما انت قادر تسدد فاتوره الكهرباء، وبعدها تقول انه وضعك عالي وسيارتك غاليه، ودحين قاعد تقول تعرف قديش ديوني. يا اخي في الله، انت عندك انفصام في الشخصيه ولا تزلط في اسبوع وتطفر في الاسبوع الثاني؟ دحين انت يزيد الراجحي ولا محمد ابو راس؟ دحين انت صاحي ولا مسطول؟ بلاقي حالي سنجل فجاه من دون انذار، بشتري لي كيس برينجلز وبنسى اللي صار. كلاب جمال كلاب جمال كلاب جمال بكل مكان بكل مكان بكل مكان. كلاب جمال كلاب جمال كلاب جمال. ما عم تفهم؟ بقولك كلاب جمال. عطيني من وقتك دقيقة. ما في، ما بعطيك أي دقيقة زيادة. قفل الكلام الفاضي ده، أعطوه ختم البيض بيض وبس. كان هذا كل اللي كان عندنا. اشترك في القناة وتنضم للقافلة، ولا تنسى تكس يا رزق لك لين اليوتيوب اشتكي. نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. واها بيس. اقرب موقف كنا مجموعة حنا، وجيت بسلم على واحد وطلع مو منتبه لي، بسلم على اللي بعد وانا سويت كذا. يا اخي لسه ما لقيت النكتة بالله يا قافلة، دوروا عندكم.